مرة هو طبعاً شعر ياباني مستورد على الثقافة العربية. أهم سمات الهايكو أنه مشهدي. دائماً القصيدة العربية وقصائدنا في الشعر دائماً تخضع للرومانسية. فحتى في اليابان الرسامين غالباً من يرسم له لوحة يكتب عليها قصيدة هايكو. فهي غالباً ما تكون مشهد في دهشة وفي عمق فلسفي. إضافة إلى تكوينه من 17 مقطع صوتي، 5 7 5 منه بالعربي، من انتقل للثقافة العربية خلوه يكتب بثلاث أسطر. السطر الأول غالبا ما يكون يمثل مشهد معين، مثلا مثل ما أنا قرأت لكم مشهد، يعني يرقص كالمجنون تودد الانثى طائر الماركيز، يعني فت صورة مو رومانسية مو خيال. قلبي عليك كفراشة ملونة في عاصفة هوجاء. في البرد تخلق ثيابها بلا حياة شجرة التين، يعني بمنظر ودهشة وبعمق. كزهرة عباد الشمس يدور قلبي حول قوامك الممشوق. يعني هنا صورة تعرف عباد الشمس يعني يميل مع الشمس. اي نعم. فلذلك هو اهم سماته انه مشهدي وفي دهشة. طبعا هو ياباني، يعني جنسه اجنبي ياباني، بس فرض نفسه في الاونه الاخيره بوجود نوادي كثيره ومواقع وحتى صحف تنشر الهايكو، وخاصه في اول من انتشر في القطر السوري. واعتقد انا من خلال بحثي، لانه يعني انا من زمان اكتب الهايكو، لم اجد عربي اصدر ديوان او ديوانين بالورقي. يعني أنا بعثت حتى كتبت لعدة مواقع في سوريا والمغرب والعراق والبلدان العربية، أجابوني بعدم وجود مطبوع ورقي بهذا الشهر. فأنا في الحقيقة في 2014 أصدرت الديوان الأول فراشات العفو، فراشات ملونة هذا الشهر، ثم أصدر الديوان الآخر مواسم الأطيار الأربعة بال 2016. فهذا يا أستاذ الكريم أهم ما في الهايكو. كتب عنا قليل من العرب، كتبت عنا الدكتورة بشرى البستاني، وكتب عنا الدكتور حاتم الصقر. يعني ذول اثنين هم عرب كتبوا عن هذا الجنس الأدبي، لم يتناوله الكتاب العرب كثيرا. أحد الكتاب السوريين اللي عنده موقع اسمه النادي الهايكو العربي، محمود الرجبي، له باع في هذا الجنس الأدبي. استنى سؤال الاستيضاح. نعم. في البرد هذه لك بالشعر، هذا لك ولا مترجم؟ لا إلي. في البرد تخلق ثيابك شجرة التين بلا حياة. في البرد بلا حياة. نعم. في البرد تخلق ثيابك بلا حياة شجرة التين. نعم. تلاحظ يعني معي بانه تاخير الفاعل هون يعني خلافا لسياق الصياغات العربيه المتعارف عليها، تاخير الفاعل الا يهدف الى احداث الدهشه التي نتحدث عنها؟ يعني تستدرج السامع الى نوع من اللبس او الغموض او توقع مشهد غير الخاتمة اللي هي شجرة التين. أستاذي الكريم لو تسمح لي، من أهم سمات الهايكو إنه ما بي تعنق. ما بي تعنق ولا تفكر ولا تدبر. مشهد كما هو مصفى، كما الطفل يشوف لفت شيء ويكتب عنه.
أو قول الطفل، فلا ما يخضع في اللغة العربية هو أيضا يختلف. فلذلك يعني تشوفه بسيط بس بعمق فلسفي مشاعري، فما أعتقد إنه هاي السمة الأساسية اللي بيه. أنا سألت عن تأخير الفعل. نحن عم نحكي عن اللغة العربية. تأخير الفعل هو شجرة التأخير، هو غير متعارف عليه في الكتاب. هو اللهجة يعني هو سمة سمة هذا. هو في البرد تخلع ثيابها بلا حياء شجرة التين. منظر يوصف هو مشهد شعري، هو صورة شعرية يعني صورة شعرية وصف لوصف مشهدي لشجرة التين. وصلت الفكرة. الله يسلمك، شكرا جزيلا، تحياتي، السلام عليكم.